عثمان، السلام عليكم، تحياتي من مدينة المضياق. أولا كنرحب كل إخوان والأخوات اللي كيشاهدوني عبر العالم الأزرق. نبي بن عيسى من مدينة المضياق، وأتواصل مع الأخوات من أجل يعني التعريف واحد مجموعة ديال القضايا. القضية الأولى وهي ديال الحرية ديال المعتقل السياسي، وكذلك القضية الثانية وهي ديال كما كنتكلموا دائما ديال المقاطعة ديال المنتوجات ديال الباترون الفاسدة. أولا الحرية الفورية لكافة المعتقلين السياسيين ديال الزريف وديال جرادة، وثانيا نطالب كذلك بأنه يجب المقاطعة ديال المنتوجات ديال الباترون الفاسدة ديال المغرب التي تغولت على الشعب المغربي من خلال الجشع ديالها، وكذلك من خلال استغلال ديالها واحد مجموعة ديال الخيرات ديال البلاد، من بين الخيرات اللي كنتكلموا عليها وهو الماء ديال سيدي علي، كذلك الحليب ديال سنترال افريقيا. نعتبر ان المقاطعة ديال هذه المنتوجات هذه تدخل في اطار مقاطعة تاريخية ومعركة ديال الكبار، معركة ديال الشعب المغربي الحر الذي ابى الا ان يدافع عن الكرامة ديالو، ان يدافع كذلك على الحرية ديالو، لأن هذا الباترونة ديال مريم بن صالح كذلك نتكلم هنا على أخنوش، نتكلم على واحد المجموعة ديال الباترونة الفاسدة اللي صراحة تغولت على الشعب المغربي. من هذا المنبر نقول أن المقاطعة الشعبية من هذه المنتوجات هي مقاطعة مباركة، وأن هذه معركة تاريخية ديال الشعب المغربي، وكذلك أكبر مقاطعة على غادي تكون ديال الشعب المغربي منذ السنة ديال 1956. والشعب المغربي يعاني من التفقير، يعاني من التجهيل، وكذلك يعاني من التقليق ديال الدوزين ديال الاولى ديال القنوات ديال الصف الصحي، الا ان الشعب المغربي ابى الا ان يعبر بروح حضاريه، بروح يعني كتعبر على ارتفاع ديال المنسوب ديالو. نقول لكم اذا زدتم مخزنيه 1700 درهم لكل مخزني، كنقول لكم داك الزرواطات ديالكم خليهم يغمالوا، ديهم يتشمشوا. الشعب المغربي كيف ما كيقول البعض انه خرجوا للشارع من اجل احتجاج، نقول لكم اننا نفض احتجاج داخل الشارع المغربي، كذلك سرقات الاحتجاجات داخل الشارع ديال المغرب، في افق ان اولا احترام يعني بعد مقررات ديال الدستور ديال المغرب، اللي كنعتبروا ان الدستور ديال المغرب هو حبر على ورق، وان الدوله ديال الحق والقانون هي مجرد يعني شعار، وكذلك ان ما نخرجوا للشارع حتى يعني تحتموا الماده 29 لكد أن كل مواطن مغربي، كل مواطنة مغربية من حق الاحتجاج السلمي والتظاهر السلمي واحترام كذلك ديال إرادة ديال الشعب المغربي. نحن لا نطالب بالاعتذار فقط، نحن نطالب يعني بالمحاكمة ديال الناس هادو اللي قالوا علينا خوانا، اللي قالوا علينا انفصال، قالوا علينا مدوخين، قالوا علينا براهاش، قالوا علينا عيال، قالوا واحد مجموعة ديال النعوت. من هذا المنبر نقول ارحل لعز اخنوش، كذلك ارحل لمحمد وسعيد اللي سرق يعني قطعة أرضية في موقع استراتيجي في مدينة ديال الرباط بزهير تامر رمزي، كتاب الراس وخد دم ديال الدلا. نحن لا ناخذ دم ديال الدلا، نحن الشعب ديال الغرب. نقول على الشعب المغربي الحر ولا عاش من خانه، وقل ذلك يسألوش باعتباره من الوصول ديال المال العام، اللي صراحة كان الصحافي الجامعي اعتبروا انهم صانعه ديال المخزون، واعتبر انه يعني يختلف 30 مليون ديال الدولار في اطار صفقة مشبوهة، اللي كانت في اطار كذلك عدم احترام ديال القانون يعني الدستور ديال المغرب، اللي كيتكلم على تضارب ديال المصالح، تضارب ديال المصالح. كيقول ان اي مسؤول داخل الحكومه المغربيه او اي مسؤول داخل الدوله هو يعني ما خصوش يدوز صفقه عموميه الراس في اطار تضارب المصالح. كان مطروح ان السيد استغل بلوكاج اللي كان في يعني في المكان اللي كان في الحسيمه وكان في الريف باش يدوز راسو صفقه مشبوهه للشركه ديال الاقوى في اطار حمايه ديال المنتوجات ديال المحروقات، يعني تقلب الاسد الدوليه في بورصه ديال وسط. اشكال مطروح عليا عاد انه تم يعني المحاسبه ديال عز اخنوش، كنشوف هو حر طالع باقي كيدير زرود، يدير كذلك مجموعه ديال الانشطه ديال حزب التجمع الوطني الاحرار. نقول اننا نرفض يعني اصحاب الشكاره داخل العمل السياسي، ونقول ان العمل السياسي قبل ان يقاطع المنتوجات ديال عز اخنوش، قبل ان يقاطع المنتوجات ديال مريم بن صالح، قبل ان يقاطع
المنتوج ديال سنترال قاطع الاحزاب المغربيه، قاطع كذلك النقابات المغربيه، وكذلك قاطع المجتمع المدني والثقافه ديال ديال المقارعه. هي ثقافه يعني عندها جذور ديالها يعني في التاريخ ديال البشريه. شفنا كيف ان غاندي صراحه حرر، غاندي حرر بريطانيا بالمقاطعه التجاريه، وكذلك العلاقه التجاريه مع المستعمر البريطاني والمستعمر الانجليزي. الاشكال المطروح حاليا داخل المغرب، نقول ان المقاطعه ناجحه بكل امتياز، واننا مستمرون في المقاطعه حتى المحاسبه والمحاكمه ديال عز اخنوش كوزير ديال السيد البحري والفلاحه والتنميه القرويه والمياه والغابات، كذلك بمحاسبه ديال وزير ديال الاقتصاد والمنيه محمد سعيد، كذلك محاسبه ديال البرلمانيه عزيز حنان رحب ديال اتحاد الشيرات القوى الشعبيه، كذلك محاسبه ديال المنشط مومو، المحاسبه كذلك ديال جميع الناس اللي تلفظوا ضد الشعب المغربي، من بينهم كنتكلموا كذلك على الناس اللي صراحه اعتبروا ان الشعب المغربي الجانين، كنتكلموا تصوروا معايا الاخوان والاخوات، وحيد سرقني ماشي مليار الشعب المغربي، عوض ان الحكمة ديالو الزج به في السجون المغربية. شنو كيديرو؟ كيديو الفقهاء، كيديو الدواوين، كيديو الأبرياء، كيديو يعني الناس اللي صراحة ما يريدو السجون المغربية، وفي حين أن لصوص ديال المال العام وشفارة الكارين خدامين كيطلعوا فينا وكيسبوا فينا، وهذا اللي كيأكد أنه داخل المغرب أي مسؤول يعني كنصوتوا عليه، أي واحد صراحة تحياتي ربي يحفظك سي رشيد من هذا المنبر، غادي نفتح قوس يعني كاين الاسره ديال بلال الاهباط، بلال الاهباط اصغر معتقل سياسي كاين حاليا ديال العكاشه. نعتبر انه عوض اعتقال ديال المعتقلين ديال الشباب ديال المنطقه ديال الريف، نقول المغربيه الحكمه ثم الحكمه، واطلقوا سراح المعتقلين ديال الحراك ديال الريف. كما عرفوا ان المعتقلين ديال راكريف خرجوا من اصل يعني يطالبون يعني بحقوق اللي هي عادله ومشروعه. كنتكلموا هنا على الجامعه، مستشفى ديال السرطان، رفع العسكره، وكذلك التنميه ديال المنطقه ديال الريف. الام ديال بلال الاباض هي صراحه كتعاني من واحد المرض. نتمنى الله ان جميع الاخوان والاخوات اللي كيشوفونا عبر المباشر يدعموا الام ديال بلال الاباض، حساب بنكي كتنشروا البنت ديال الام ديال بلال الاباض على الحساب الشخصي ديالها. نتمنى من الله انكم تدعموا الاسره ديال بلال الاباض، لاننا كشعب مغاربه احرار صراحه خصنا ندعموا بعضياتنا ونوقفوا على بعضياتنا ونتعاونوا على بعضياتنا. من هذا المنبر تحيه الاسره ديال بلال الاباض، ونتمنى ان الدوله المغربيه تطلق سراح كافه المعتقلين، وتطلق يعني جميع الشباب ديال الامارات ولا ديال الريف كامل. المهم المنبر، نعتبر ان المعركه ديال المقاطعه هي اكبر مقاطعه للشعب المغربي منذ سنه 1956، من اجل حفظ الكرامه ديالو، كذلك من اجل الرجعه ديال الكرامه ديالو، وكذلك هي سلوك حضاري. وكنتكلموا على السلوك الحضاري، نتكلم هنايا على النضال الناضج. النضال الناضج كما قال الامير والمرحوم مولاي محمد عبد الكريم الخطابي، قال بوضوح انه فكر يعني كقال انه فكر يعني كنتكلموا دائما فكر الواحد كما نقول دائما فكر بهدوء واضرب بقوه، فكر بهدوء واضرب بقوه. هذا واحد يعني واحد الحكمه ديال الامير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، قال بوضوح، قال للشعب المغربي وهو فكر بهدوء واضرب بقوه. المقاطعه هي ضربه قاضيه للباترونه الفاسده ديال المغرب، كذلك هي ضربه قاضيه لاي استبداد واي فساد داخل المغرب، على اعتبار ان جميع الوسائل ديال المقاومه ديال الشعب المغربي تم الاستنفاد ديالها، وتم يعني الخزانه ديال الدوله، على اعتبار انه تصوروا معايا كيزيدوا 1700 درهم كل مخزني مخاني، فقط انه كنعرفوا ان الشعب المغربي ملي كيخرج كيتم يعني الاعتقال ديالو او تم القمع ديالو من طرف المخزنيه اللي هما اولاد الشعب، مع العلم انه كنعرفوا ان الوضع الجماعي كيزيدوا 100 درهم في الشهر في الاهم يعني سنين، يعني شوف انه كيف ان تبليغ غيكون واحد زياده
على قدر ديالك سنوات 300 درهم. هذا صح الضحك على الشاب المغربي، ما علينا ان الغاليه ديال الشاب المغربي تعاني البطاله، تعاني من قله ديال الشعر، والغاليه العظمى ديال الشعب المغربي كلها يعني وبونجورها في اطار يعني الاحصائيات ديال استطلاع ديال راي صحيفه كنديه عبرت على ان 1% من المغاربه يريدون يعني هجره المغرب. هذا اللي تاكد النقاش اللي دار حاليا داخل المغرب، وهو كيجوج مجموعه ديال الحوايج، يا اما ان شباب يطالب يعني بانه يسقط الجنسيه المغربيه، او ان الشباب يطالب يعني باللجوء السياسي، او ان الشباب يريد الركوب ديال القارب ديال الموت، وان كاين بعض المغاربه اللي كيفضلوا انهم ينتحروا ويستمروا في هذه الوضعيه الكارثيه اللي كيعيش المغرب. الاخوان الاعواد، المغرب على استشهاد ديال الشهيد ديال الكرامه حسين كيسا، هو المغرب استشهاد ديال ما قبل استشهاد ديال الشهيد ديال الكرامه لأننا نعيش ردة حقوقية ونعيش إجهاز ديال الدولة المغربية على مجموعة ديال الحقوق، أو الحقوق كما قلت الحق ديال التضامن السلمي والاحتجاج مادة 29 مادة 25 حرية ديال التعبير، كذلك مادة نتمنى أن مباشر ما يوقفش غير نأكد، وهو اليوم العالمي للصحافة، اليوم العالمي للصحافة والتضامن مع الصحافي الحر والصديق حميد المهداوي، كذلك التضامن مع الصحافي وعين الحراك اللي هو صراحة الشاب الخالق اللي هو محمد الأصريحي، كل التضامن كذلك مع الصحفي عادل البداحي اللي هو صحفي وناشط فراري من مدينة ديال الدار البيضاء، كذلك كل التضامن مع الصحافي ديال جريدة ديال توفيق بوهسين مع المنبر المكي. أنا الدولة المغربية تعتقل العديد من الصحافي داخل المغرب، لكن ماشي بالقانون ديال الصحافه، وانما بقانون ديال الاجرام، على اساس انه ما كيبغوش يدخلوا يعني في القانون ديال الصحافه، باش ما يكونش يعني واحد مجموعه ديال ملاحظات من طرف يعني مؤسسات دوليه. وكنعتبروا ان قانون الصحافه داخل المغرب مكناش نتكلموا عليه، ان اصلا يعني الصحفي حميد المهداوي تم الاعتقال ديالو بتحقير ديال المقرات القضاء المغربي، كذلك يعني بتحرير ديال المواطنين، وكذلك إهانة مضاف العمومين أثناء المزاولة ديالو. هنايا كذلك العادل بداحي نفس التهمة، كنتكلموا كذلك على محمد الصريحي، كيف وقال أنه تم يعني اعتقاد محمد الصريحي، كذلك اعتقاد ديال حميد الهدوي، كذلك اعتقاد ديال العادل بداحي. الإشكال المطروح وهو المطور معايا أن وزير سرق 22 مليار يهين الشعب المغربي، أخنوش يهين الشعب المغربي، محمد سعيد يهين الشعب المغربي، البرلمانية أهانت الشعب المغربي، وآخر التوحيد ما تكلم، وكنت فقط يعني عبدو ربيع من المتابعين يعني ديال الفيسبوك والعالم الأزرق، على اعتبار أن الفيسبوك شبكة ديال التواصل الاجتماعي هي البديل الحقيقي والبوابة اللي كيتم التعبير ديالها يعني على الواقع اللي كنعيشوها داخل المغرب. الإشكال المطروح وهو أنه ملي كان قال يعني مصطفى الخالفي أن الناطق الرسمي ديال الحكومة أو المحكومة، قال أن الحكومة المغربية تشوف، وبأسف أن الفيسبوك أو اليوتيوب يعني كيخصوا المجهودات اللي كتقوم بها الدولة، أنهم صراحة يعني كيشوهوا بالسمعة ديال المغرب. نقول يعني المصطفى الخلفي الناطق الرسمي ديال الحكومة، ماذا قدمت الدولة المغربية للشعب المغربي؟ ماذا قدمت يعني الدولة المغربية للشعب الهامش؟ على اعتبار أنهم كنشوفوا الناس ديال الزرادة اعتقلوا فقط لأنهم طالبوا بالبديل الحقيقي، كذلك فقط أنهم طالبوا بالبديل الاقتصادي، وكنعرفوا أن الدولة المغربية يعني شدت الآر والصندرية في 1998، وبقى حاليا يعني ما وجدتش يعني البديل ديال المدينة ديال الزرادة. شفنا كيف انهم قالوا على الحراك ديال ريف حراك المفيصلي، شفنا كيف انه تم يعني الشاب داخل مدينه ديال جراده بواحد الطريقه اللي هي شهيه ولا انسانيه. من هذا المنبر نقول انه نحن لا نطلب المدير ديال السنترال انه يعتذر، وما كنطالبوا حتى شي واحد يعتذر، نحن نطالب يعني بمحاكمه ديال اخنون، كذلك بالمحاكمه بالاوزين، بالمحاكمه كذلك ديال محمد حسين حامد الريحان، منو جميع يعني من تلفظ يعني في حق هذا الشعب المغربي بسوء، وجميع من اعتبروا انه خائن او المداوغ انه من الانفصاليين او انه من الجيعانين، على انه كما كنقولوا دائما الله
اللهم اتي البيت ولا حليل الشمايت، نقولها ونتحمل المسؤوليه. وداك الوزير اصلا انت تربح الفلوس ديال الشعب وكتخلص من المال العام ديال الشعب باش تسبنا كما كيقولوا الشعب المغربي في حد جنان ديال اليهودي، الماكله فيه واللعنه فيه، وهذا اللي كنستحق. ولا اس اننا مستقبلا سنقطع الانتخابات الانتخابات سنقاط المنظومة الانتخابية الفاسدة، سنقاط المنظومة السياسية الفاسدة التي تتبع في الكاس ديال وزارة الداخلية. وكنعتبروا أن الشعب المغربي حاليا يعني الخيار ديال المقاطعة هو خيار استراتيجي ونضال ناضج، وكما قال ناصر الزفزافي أن النضال الحقيقي ما بقاش نضال كلاسيكي، ما بقاش نضال تقليدي، بل هو الثبوت على الموقف والاستمراريه والنضج والذكاء في يعني في المناوره ديالنا اللي كيستغلوا الشعب المغربي، وهاد الناس اللي صراحه كيعتقلوا الشعب المغربي، وهاد الناس اللي كيفقروا الشعب المغربي. نحن لا نناضل، نحن نقوم بالواجب. وكما قال المرحوم والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي اللي كيتعتبر يعني من رجالات التاريخ ديال المغرب وكذلك من العظماء ديال حركة ديال التحرر العالمية، قال أن النضال الحقيقي أو الكفاح الحقيقي هو الذي ينبع من وجدان ديال الشعب ولا ينهي إلا تحقيق الانتصار. لكن كما قال المرحوم يعني المفهوم ديال النصر أو الهزيمة بالمفهوم ديال الفشل أو النجاح، بل نتكلم بالمفهوم ديال القيام بالواجب، والقيام بالواجب قدر المستطاع. الإخوان والأخوات من داخل مدينة المضيق، الحرية ناصر الزفزافي، الحرية محمد جلول، الحرية عبد العالي الحوت، الحرية كذلك لجميع المعتقلين ديال الحراك الريف، الحرية الحسن ب 24 سنة، جمال طالو 20 سنة، عبد الحق أبصي 12 سنة. كنتكلموا على 100 شهر اللي تفرقت البارح غير في الحسنة، هذا كيأكد أن المقاربة الأمنية للدول المغربية مازالت مستمرة. ومنذ البداية الحق منذ استشهاد ديال الشهيد ديال الكرامة محسن فكري، شهيد ديال الكرامة عماد العتابي، عبد الحفيظ حداد، ونحن نقول أن الدول المغربية مطالبة تراجع المقابلة الأمنية، مطالبة شكلنا صراحة توقف اعتقالات اقتراح جميع المعتقلين. وهذا هو اللي غادي يتم دولة ديال مؤسسات دولة في الطاقة الجوية الموسعة، كما قال محمد جنون أنه الدولة خاصها تحافظ الخصوصية الثقافية ديال كل منطقة، منطقة على أساس أنه منطقة ديال الريف عندها خصوصية، كذلك كل منطقة عندها الخصوصية ديالها. من هذا المنبر متشبثوا بحرية للمعتقلين وتشبثوا بثلاثة ديال الحوايج. أولا لا نطالب بالاعتداء فقط، نطالب بالاعتذار اولا للشعب المغربي، ثانيا اطلاق سراح المعتقل السياسيين على الخفيه ديال الحراك بجدا والحراك ديال الريف، وثالثا التخفيض ديال الاسعار. كيف يقال اننا الزيتون عندنا في المغرب 60 درهم، في اوروبا هنايا في اسبانيا كدير 3.5 ديال الاورو. كنتكلموا كذلك هنايا داخل المغرب ان مجموعه ديال المنتوجات اللي هي صراحه الاثمنه ديالها جد مرتفعه مقارنه مع الـ مع الـ مع اوروبا، ما علم ان السميك ديال الدول هنايا ما وصلش 3000 درهم. المهم نحن نتاسف ان المقارنه مازالت مستمره، نقول انه ان يزرع الريح يحصد العاصفه. وحتى الكلافه على المغني مسلم، مسلم قال لك انه هو اللي فلق الشعب المغربي وانه غير معني بالمقاطعه ديال هذه المنتوجات وان هذه خطوه تافهه. نقول ان المشكل اللي كيوقع للمغاربه ان اللي يقطع الواد وكيشوف وجهه كيش كيدير كيبقى يتكبر على الشعب المغربي وكيسيب الغرور. من هذا المنبر ماذا قدم مسلم للشعب المغربي؟ مسلم يعني ما قدم والو، مجرد غناء، ما علم ان الغناء اش غيقدم للشعب المغربي؟ الغناء هو الفن الملتزم الذي يخدم القضايا ديال الشعب المغربي، ماشي انني نغني على بس الحقاوي حتى شي هذا التنميه ونخلي الناس اخنوج حنا شعب مرحل عندهم خشان مفلسة. هذا هو الفن صراحه اللي الفن انه كيصف الماء العاكر وكيدير واحد المجموعه ديال الاعمال غنائيه فقط من اجل انه الربح في اليوتيوب والربح في الفيسبوك والربح يعني عفوا انه غير اللي كيشد شي مثال كيقلب على الشعب المغربي اللي كي يعني كي اللي كي اللي كي
كيستافد بحاله داخل المغرب كينقلب على الشعب المغربي، وصراحه يعتبر ان في اطار ميكافيلي يعتبر ان الشعب المغربي مجرد قنطره. ومن هذا المنبر نقول ان الشعب المغربي اكبر من المغني، مسلم وفوق مسلم وزايد على مسلم، لان مسلم مجرد مغني تافه، مجرد يعني كان يعني واحد كيقول لك كان يعني كان مناضلا، كان في الماضي. نحن نطالب بالمواقف، والمواقف حاليا وهو اننا نعيش ظرفيه تاريخيه، الظرفيه التاريخيه هو ان الشعب المغربي يهان من طرف الباترونا، الشعب المغربي يهان من طرف اللصوص ديال الملعب، الشعب المغربي اختار الزاوية الضيقة ليدافع عن نفسه، علاش؟ لأنه كما قلت دائما أن الشعب المغربي ملا من الحجرة، ملا من القمة، ملا من السجن، ملا يعني من التهميش، وكيقول أنه حتى حق شوية ديال الكرامة، حق شوية ديال الحرية، من حق ذلك شوية ديال العدالة الاجتماعية، لأننا نتكلموا على العدالة الاجتماعية، نتكلم على التوزيع هذه ديال الخيرات. نحن لا ننطلق من الحقد الاجتماعي، لا نقول اننا حاقدون اجتماعيا على الباترونا، وانما نقول اننا نرفض الاستغلال البشع للباترونا للشعب المغربي. لو يقال ان لترو كيدرس هذا، لو يقال ان سيدي علي صحه اكثر من عالم السيفان كيف الدراهم، واش اللي كدير؟ كدمر الماء سيدي علي تبيعوا الناس ست دراهم في القراي، اللهم دمر. كذلك افريقيا، افريقيا الاخوان في قانون ديال الموازنه عالميا، البرميل في العالم يدير 100 ديال البترول، 100 ديال دولار، هنايا كيبقى 10 دراهم. كذلك كانت المغايره البرميل ديال البترول كيدير 50 دولار في العالم، هنا يدير 10 دراهم. الهامش الربح كيبقى الاخ النوش، وكيبقى كذلك الشركات ديال الاخ النوش، وهذا يقال هو نقاش مالي ونقاش تجاري. راسنا لا نناقش، لا نناقش نقاش سياسي، وانما نناقش نقاش مالي، نقاش تجاري، وكذلك نقاش سياسي. على اساس اننا ما بقيناش كنعرفوا واش كانت مع اخ النوش الباترون، ولا كان مع اخ النوش السياسي، واش كنتكلموا كذلك مع هذا الباترون او مع هذا الفعيل السياسي. الاشكال المطروح لنا دائما وهو ان الزواج، ان الزواج ديال السلطه بالمال هو زواج غير شرعي، وكذلك زواج فاسد في العالم الاول. كيقول لك انه اللي بغى يدير العمل السياسي يمشي للعمل السياسي، اللي بغى يدير التجاره الكوميرس يمشي يدير التجاره الكوميرس، انه هذا العمل السياسي ماشي يعني حق على الفقراء او على الطبقه الوسطى. ولكن الاشكال المطروح حاليا داخل المغرب هو انه بعد التجربه ديال التناوب ديال اللي تناوبوا عليها اتحاد القوات الشعبيه على الشعب المغربي، وبعد التجربه ديال التكنوقراط، التجربه ديال الشعبويين، حالا لما كنشوفوا التجربه ديال مشكره، التجربه ديال مشكره شنو عطاتنا؟ عطاتنا انه 5 ديال المية فقط اللي صوتوا، والغالبيه العظمى يعني كان عندها تكلم على ان 25 مليون ديال المغاربه ما شاركوش في عمليه انتخابيه. تكلم كذلك الجاليه المغربيه وقبل 7 ديال الملايين اللي محرومه من حق الدستور التصويت. المهم هذا المنبر انا متشبث بخيار المقاطعه، واي واحد يعني ضد المقاطعه وضد الشعب المغربي هو ضد الثوره التاريخيه، ضد صحن المنسوب ديال المغاربه الذي ارتفع. على اساس اننا ملي كنقولوا ان المنسوب ديال المغاربه راه دائما نستشهد يعني بالمواطنه ديال المدينه ديال جراده، زاد مدينه ديال صمود، مدينه ديال الرغيف الاسود، مدينه ديال اللي مات من اجل الحياه. صوروا معايا ان زراده ناكرش في الصباح كتمشي لابار والسندريه كتغامر بالحد فقط من اجل بضعه ديال الدراهم. نقول انه مواطنه من مدينه ديال جراده استشهدت بالمقوله ديال ارسطو، قالت انه قد تستطيعون تكون الزهور لكنكم قد لا تستطيعوا ايقاف الزعف الرابع. نقول الدول المغربيه لما اقول وهو الطلاق كنقولوا طبلة، هو الحوار والحوار والحوار والحكمة. الإخوان والأخوات أين هو دور ديال الوساطات؟ لأننا كنتكلموا هنا نتكلموا بوضوح أن منطقة ديالي ما زالت تعاني من الغياب ديال الحياة، منطقة ديال الريف ما زالت معسكر، الاحتقان ما زال في منطقة ديال الريف، الاحتقان كذلك في المغرب ككل. المغرب يعني يحتاج يعني لانفراج سياسي، يحتاج لانفراج اقتصادي، ويحتاج لانفراج حقوقي. على سبيل اننا كنتكلم على الانفراج، نعرف اننا حاليا يعني في عنق الزجاجه، ان الدوله المغربيه في عنق الزجاجه، واننا
أنا نعيش المندوليزاسيو أو العلماء العالم أصبح صغيرة. وبهذا المنبر نقول لكم أنه يجب على الدولة المغربية أن تعيد النظر الوساطات اللي كنتكلموا على الوساطات نتكلم هنا على الأحزاب المغربية فهذه الجيش المدني النقابات 30 حزب مثلا وهذاك لكن انتخاب حفاظة ديال الغزال سعود النقابات الغالبية العمر ديال الأمناء ديال النقابات عنده 30 حسنة رؤساء ديال النقابات الديناصورات النقابية اللي كيدخلوا في إطار الريع النقابي كذلك الألاف المؤلفة ديال الجمعيات المجتمع المدني التي تستفيد من الريع الجمعوي. هناك نأكدوا أن الافتتاحية اللي كان دار توفيق بواشين عندما قال أن ملك ديال المغرب اعتبر أن النموذج الاقتصادي ديال المغرب نموذج فاشل صراحة كان صادقا على أساس أنه المبادرة الوطنية التنمية البشرية ديال المغرب صراحة يعني استنزف الميزانية ديال الدولة مليار ديال الدرهم. هذا المبلغ اللي هو جد مرتفع من هذا المنبر نأكد أن الشعب المغربي فقط يطالب بالحرية والآراء والعدالة الاجتماعية شارك الأوكراني سجين من هذا الباترون الفاسدة. أنا المغرب هي السنترال المغرب ماشي هو هذا البريب مطلع المغرب سلياس أخنوش المغرب لذلك الباترون الوطن ماشي أنك ترى سيدي الوطنية ماشي أنك ترى سنترال الوطنية ماشي أنك ترى إفريا الوطنية هي أرض قيامي الاتباب خلقي الوطنية هي اتباب هي مجموعة ديال المحددات ديال الإنسان المواطن أسنو لأن الحديث على المواطن المغربي في غياب ديال المواطن لأن المواطنة إخوان الأخوات ليس هي أنك تقول عاش الملك. المواطنة هي واحد مجموعة ديال الحقوق ديال المواطن حق في التندرس الحق في الطبيب الحق في التنقل الحق في حرية ديال التعبير الحق في التشغيل وكذلك في السكن. هذه إخوان الصوت كيتقطع غادي نعتذر انا من اخوان الاخوات من يبدأ الصوت قطع هذا فقط مباشر من اجل اننا نعبر على موقف ديالنا اللي هو واضح الدعم ديال المقاطعة ديال المنتوجات ديال الباترون الفاسدة وكذلك نعتبر ان اي واحد كينار هذا المقاطعة قطعة وضد هذه المقاطعة هو ضد الشعب المغربي وكنعتبر أن أي صوت خرج ضد المقاطعة هو كيخدم يعني الأجندة ديال الباترونا وكنعتبر أن المقاطعة هي جزء لا يتجزأ من نضالات ديال الشعب المغربي الحر وكذلك هي جزء لا يتجزأ من الحراك ديال المبارك والمقدس. يقول أنه مبارك لأنه انطلق تهميش ديال المنطقة بالريف منذ السنة ديال 1950 انطلق من روح الشهيد مصيف الليل الشهيد إمام الهتبي والشهيد عبد الحفيظ الحداد انطلق يعني معاناة ديال المعتقلين في السجون المغربية انطلق من المعاناة ديال الأسر ديال المعتقلين. المهم عاش الشعب المغربي الحر عاش شريف على الرداء إن شاء الله بالليل نكملوا معكم نقاش ربي لست مناضلا ولا محللا سياسيا ولا صحفيا فقط يعني شاب من شباب الهامش يقوم يعني بالدور ديالو. مهم بحفظكم ان شاء الله بلي نكمل معكم مباشر نتمنى ان المقاطعة تستمر على انه كما قلت كبار يعني معركة يعني كيخوض الشعب المغربي ضد التغول ديال الباترونا ومن اجل الكرامة ديال الشعب المغربي وكذلك من اجل الحرية ديال المعتقل السياسي وكذلك من اجل انه الشعب المغربي يدافع على القدرة الشرائية ديالو لأننا هنايا ندافع على الجيوب ديالنا. ميمكنلكش تبيع يعني الأثمنة بالثمن اللي بغيتي وميمكنلكش تفرض علينا الثمن اللي بغيتي بلاك أننا غادي نبقاو مقاطعين إلى يوم الدين غادي نبقاو مستقاطعين ديال أوديزي ونقاطعو هاد المنتوجات هادي غنمشيو المنتوجات ديال الفلاح غادي نمشيو مع الروبيني غنمشيو نمشيو أمور هي صراحة مغلفة الدولة المغربية على أساس أننا ساعتين ندخلوا في الثورة ديال الجياع ندخلوا صيام من أجل الكرامة ديالنا حتى المحاكمة والمحاسبة ديال الخونة ديال الوطن والخونة ديال الشعب المغربي. المهم عاش الشعب المغربي الحر تحية ربي يحفظكم.